إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. بنسمع كلام كتير كبير عن إهدار المال العام. الإهدار كلمة كبيرة والمال العام كلمة أكبر وأخطر، لكن إيه بقى رأيكم في إهدار المال الخاص؟ التفريط في المال القليل اللي يدوب بمشي حال الناس. إيه رأيكم في إهدار بعض الناس لنعمة ربنا وبعزاءة الخير اللي بعته لها ربنا بقلة الوعي وانعدام الخبرة وعدم التفكير السليم؟ أوحش حاجة في الدنيا إن البني آدم يفتري على صحته أو على فلوسه أو على النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم بيها عليه. وآخرة الافتراء يا حضرات السادة المحترمين وحشة، إذ إن النعمة بتزول من صاحبها اللي ما يعرفش قيمتها. ولذلك أحسن دعوة كنت بسمعها من المرحومة والدتي إن ربنا ما يحكم عليا بالافتراء. ألف رحمة يا أستاذ على الست الوالدة، ورحمة ونور عليك في جنات النعيم بإذن الله. فعلا دي أجمل دعوة والله، إن ربنا ما يحكمش علينا بالافتراء والجحود والتفريط في نعمته. هو معقول أن ربنا يكبر بخاطرنا ويرزقنا ونهمل في رزقه؟ ما رأي حضرتكم بقى إن في ناس بتضطرها الظروف إنها تفتري على النعمة؟ تضطرها الظروف؟ معقولة يا أستاذ في ناس تضطرها ظروف إنها تفتري على نعمة ربنا؟ أي نعم، الظروف هي اللي بتضطرها، يعني مش بخطرهم ولا بكيفهم ولا بمزاجهم، لكن غصب عنهم. مين دول يا أستاذ فؤاد؟ إخواننا وأصدقائنا من تجار الخضار والفاكهة، إذ إن في أنواع معينة من هذه السلع سريعة العطب، يعني بتبوظ وتفسد بسرعة، زي مثلا البلح والتين والخوخ والبرقوق والمانجا وما إلى ذلك. أيوة فعلا، كتير بنشوف عند الفكهانية وبتوع الخضار كميات كبيرة لو ما بقتش في أوانها بتبوظ، ويبقى التاجر مش عارف يعمل فيها إيه. هذه الفواكه والخضروات يا حضرات السادة الأفاضل لو ما تبعدش على طول بتفسد بتبوظ، والتاجر بيلاقي نفسه مضطر ومجبر انه يتخلص منها ويرميها، وبالشكل ده بيخسر هو ويعمل أزمة عند الزبون اللي جايز بيجي يطلب الصنف اللي اترمى ده ولا بيلاقيهوش. بس المشكلة بقى ليها حل اقتصادي في كل الدول وعندنا برضه يا أستاذ فؤاد، وبقى في شركات متخصصة في جمع الفاكهة والخضروات قبل ما تنتهي صلاحيتها، وبتقوم بحفظها وتعليبها وبيعها للمستهلك. أي نعم، احنا عندنا كذا شركة متخصصة في الحاجات دي، وأي نعم انتاجها انتاج مشرف للبلد، لكن مش كفاية شركة أو اتنين. كلامك مظبوط يا أستاذ، وفكرتك دي ممكن يتبناها فعلا الشباب من رواد الأعمال، خصوصا اللي هم مهتمين بالمشروعات الصغيرة. وعايز أطمن حضرتك في اتجاه كبير في البلد لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على عمل مشروعات صغيرة من النوع ده. الخريجين دلوقتي خلاص ما بقوش يستنوا وظيفة الحكومة زي زمان، كل حد بقى بيشتغل وينجح بكفاءته وبأفكاره الجديدة والمفيدة. لو عايزين نفيد التجار ونفيد المستهلك لازم تبقى في شركات زي اللي في أوروبا، تبقى عربياتها كل يوم آخر النهار تلف على تجار الفاكهة والخضار وتشوف ايه انواع البضاعة اللي ما تبعدش وتلحق تاخدها قبل ما تبوظ علشان تحطها في التلاجات، وبعد كده تقوم بتغليفها او تصنيعها مربات او عصير او اي نوع من انواع منتجات الفاكهة والخضار، وبعد كده تبيعها للمستهلك. كل ده بقى بيحصل يا أستاذ فؤاد، وشوارع القاهرة والمحافظات بقت مليانة محلات عصير فريش وساقع ومن كل الأنواع، وبقى في كتير من سيدات البيوت بتعمل كده مشروعات صغيرة للمربات من الفاكهة، وبقوا بينظفوا الخضار ويعبوه في عبوات لطيفة ويتباع للموظفات اللي راجعين من شغلهم ومعندهمش وقت. الدنيا خلاص اتغيرت يا أستاذ فؤاد،
وزي حضرتك ما قلت مفيش مجال لإهدار الفلوس والوقت، ده غير ان شباب كتير دلوقتي بقوا بيفكروا ويستثمروا في المشروعات اللي بتهم الناس في حياتها اليومية زي عربيات الأكل والتكاوي. اعرف ان في ناس كتير عايزة تستغل فلوسها في مشاريع، لكن مع الأسف اغلب المشاريع دي بتستهدف الفئات الخاصة من الناس مش العامة. لكن مشروع زي عمل منتجات الفواكه والخضروات او تغليفها مشروع يهم الكل، لا سيما اذا كانت الشركة اللي هتنفذه هتطرح عبوتها بسعر معتدل. اهو اهم حاجة بقى السعر المعتدل ده يا استاذ. منتجات المشروعات الصغيرة دي لازم تتباع للناس باسعار معقولة، طالما هتكون تكاليف انتاجها بسيطة. عايزينها كده باسعار معقولة، احسن اسعار كل حاجة دلوقتي. لو شفتها يا استاذ فؤاد مش هتصدق والله اللي حصل في الدنيا في غيابك. بعض التجار اللي ما عندهمش ضمير للأسف بيستغلوا الأزمات، ومش بس بيغلوا الأسعار، دول بيولعوها والله يا أستاذ. مش كده ولا نقول كمان؟ اتبرع لأبناء مصر من الأيتام على حساب بنك ناصر الاجتماعي 22-1-24 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.